عصور الأردن. أحد عشر قصراً أثرياً تزين المملكة الأردنية بعبق التاريخ. قصور بني معظمها في العصرين الروماني والإسلامي وخاصة الأموي. توجد ثلاثة قصور رومانية كانت تستخدم كحصون، وهي قصر الحلابات الذي استعمل كحصن دفاعي لحماية الطريق التجاري الذي يربط بين مدينتي بصر الشام شمالاً والعقبة جنوباً. وفي نفس المنطقة قصر الأزرق المبني من الحجر البازلتي الأسود الذي منحه شكلاً جميلاً. وإلى الشمال الشرقي من قلعة الأزرق يوجد قصر الأساخم الذي بني من حجارة البازلت السوداء كحامية دفاعية. وفي العصر الإسلامي بني عدد من القصور، أهمها قصر الحرانة الذي يعتبر من المباني التي لا تزال محتفظة بكامل بنائها باستثناء بعض الانهيار القليل جراء العوامل الطبيعية. أيضاً قصر البرقع في غرب منطقة الرويشد على الطريق المؤدي إلى بغداد. أما في العصر الأموي تحديداً فقد تم بناء عدة قصور، أهمها قصر المشتة في جنوب العاصمة عمان، وقصر الطوبة الذي بناه الخليفة الأموي الوليد بن يزيد، ويعتبر من القصور الأموية الخالدة التي حافظت على جزء كبير من بنائها رغم تعرضه للكثير من عوامل التعرية. يقع القصر في منطقة نائية تجعل زيارته ليست بالأمر السهل للزائر المحلي أو الأجنبي، كما توجد بقايا لقصر أموي آخر هو قصر الموقر. كما تشير الدلائل إلى رجوع قصر البنت إلى العصر الأموي، ويوجد قصران صغيران هما قصر عمرة الذي اكتشف في العصر الحديث وقصر عين السيل الذي بني في شكل مربع. وعلى اختلاف الهدف من إنشاء تلك القصور، سواء كانت من أجل إقامة الحكام أو بغرض الحماية، إلا أنها بقيت لتشهد على تاريخ طويل عاشه الأردن منذ مئات السنين.